الملف الشائك، الحلقة رقم 12. نظرا طبعا للأحداث اللي بنمر بيها، كان لازم يبقى في جولة جديدة مع الملف الشائك، حلقة جديدة وجزء جديد من الملف الشائك اللي بنناقش فيه قضية ممكن تقول عنها بمنتهى السهولة والأريحية إنها قضية القرن، الماسونية العالمية. أعدلنا ملفنا النهاردة نوران أيمن. الماسونية العالمية بقت داخلة في كل حاجة في حياتنا، وأعتقد أن 11 ملف كاملين، ده غير الحلقات الملحقة من الملف كمان، أكيد يعني فتحت دماغنا لحاجات كتيرة جدا. وإحنا بنشكركم على متابعتكم، على أنكم دايما بتتفاعلوا مع الملفات الشائكة وبتطلبوها، واحنا بنقول لكم دايما ان كل ما بيبقى فيه حاجه احنا بنفضل نجمع لحد ما نكمل حلقه وننزل حضراتكم بيها من الملف الشائك. احنا هنا مش بنتكلم في الماسونيه عن بلد واحد ولا شعب واحد، احنا بنتكلم على العالم. تخيل معايا كده مؤسسه واحده قادره تتدخل وتتصرف في كل حاجه بتحصل في الكره الارضيه بمزاجها، منظمه واحده بتتدخل في حياه مليارات الاشخاص حول العالم بلغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وعاداتهم المختلفة. هو في ممكن يكون شيء مرعب ومخيف أكتر من كده؟ اللي خلانا نفكر في جزء جديد من الملف الشائك، وسبب أن عدد أجزاء الملف الشائك يوصل ل 12 جزء غير 2 ملحق تابعين للملف الشائك، هو كمية الأحداث اللي كلنا مش ملاحقين عليها، واللي بشكل أو بآخر لو تتبعناها بنلاقيها في الآخر بتوصلنا لنفس الكلمة، الماسونية. من أهمها وأشهرها، وتكلمنا قبل كده عن قصة ليلى عبد اللطيف، لكن ليلى عبد اللطيف توقعت الهجوم الإيراني على إسرائيل اللي حصل من كام يوم، اللي البعض بيعتبره هجوم كرتوني شوية أو هزار يعني، والبعض بيعتقد أنه جد، ولكن مش دي قضيتنا. احنا تكلمنا في أحد الملحقات للملف الشائك عن ليلى عبد اللطيف تحديدا، ويعني زي ما يقولوا كده أخدناه غسيل ومكوى. وكالعادة مع أي حدث بيحصل لازم يتقال أن مسلسل The Simpsons أشار ليه من فترة طويلة. كل ده كوم، والكلام اللي انتشر مؤخرا عن مشروع البقرة الحمراء اللي كان بيتحضر له من فترة طويلة رجع وظهر للنور قوي اليومين دول. بيستهدف بناء الهيكل المزعوم في باحات وحرم القدس الشريف، ده كوم تاني بقى. المشروع ده بينظمه ويشرف عليه معهد الهيكل الإسرائيلي اللي من زمان بيضخ مئات الملايين وبيبذل مجهودات كبيرة للعثور على البقرة الحمراء اللي مستنيين ظهورها من 2000 سنة علشان يحرقوها ويخلطوا رمادها بمية عين سلوان للتطهير اليهود من اللي بيسموه نجاسة الموتى. وبتتعاون معهم في المشروع ده منظمة اسمها نبني إسرائيل. حكاية البقرة الحمراء بتبدأ بنبوءة قديمة موجودة في أحد الكتب المقدسة عند الجماعات اليهودية المتطرفة. النبوءة دي بتقول إيه؟ بتقول إن هما هيحكموا العالم، وهتكون بداية آخر الزمان لما يظهر المسيح المنتظر المعروف عندنا باسم المسيح الدجال، واللي طبعا مش هيظهر حسب اعتقادهم غير بعد بناء الهيكل الثالث. بالمناسبة الهيكل ده اتبنى مرتين، أول مرة كان اسمه هيكل سليمان، اتبنى سنة 957 قبل الميلاد واتهدم تماما ومبقاش ليه أي أثر، والهيكل التاني اتبنى في القرن السادس قبل الميلاد والرومان دمروه من أكتر من 2000 سنة، ودلوقتي بيحلموا يبنوا الهيكل التالت عند جبل الهيكل والمسجد الأقصى. طب وإيه اللي منعهم يبنوا يونس من أكتر من 2000 سنة لحد دلوقتي؟ اللي منعهم مش إحنا خالص على فكرة، فتوى دينية من الحاخامية الكبرى بتمنع جميع اليهود من اقتحام المسجد الأقصى قبل ما يتطهروا من نجاسة الموتى اللي بتصيبهم من التعامل مع الجثث والموتى وعمليات القتل اللي بيقوموا بيها العشوائي الدائم، وعلشان يتطهروا منها لازم يذبحوا ويحرقوا بقرة حمراء بيقولوا عليها بالعبري بارا أدوما، وبعد حرقها يخلطوا رمادها بماء عين السلوان ويطهروا بيه جميع الأشخاص والأدوات والأشياء اللي تدنست بملامسة جثث الموتى أو أدواتهم. البقرة المطلوبة للتطهير لازم تكون بقرة حمراء تماما، ما فيهاش ولا شعرة سودة ولا شعرة بأي لون تاني غير الأحمر. عمرها ما اتحلبت، عمرها ما اتحط في رقبتها حبل،
عمرها ما تم استخدامها في أعمال الحرف، عمر ما حد ركب على ظهرها، عمر ما تم جرها بأي شكل، خالية من الأمراض والعيوب الخارجية والداخلية تماما. سنها صغير، اتولدت ولادة طبيعية وتربت على أرض إسرائيل حسب اعتقادهم طبعا، ولكن الحقيقة أن إسرائيل حرفيا ما فيهاش شبر أرض واحد في أي مكان في العالم، ما فيش حاجة أصلا اسمها أرض إسرائيل. شو انتوا معايا برضو في الكلام ده؟ المهم بحسب اعتقادهم برضو، لما البقرة اللي فيها كل المواصفات دي تتم سنتين وشوية وبيقال 3 سنين كاملة، هيجهزوا لها مذبح أبيض ضخم على جبل الزيتون قدام المكان اللي كان فيه الهيكل التاني القديم واللي دلوقتي بقى فيه المسجد الأقصى. وطبعا بيزعموا وبيحاولوا يقنعوا العالم كله إن الهيكل لسه موجود تحت المسجد الأقصى، ومش محتاج أقول لكم طبعا إن كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة. المهم البقرة دي هتتدبح عند المذبح ويحرقوها بعد كده مع خشب الأرز وعشبة اسمها الزوفة شبه اللافندر، وصوف مصبوغ باللون القرمزي اللي هو الأحمر الداكن قوي، وياخدوا الرماد ده كله يخلطوه بالمية النقية من عين سلوان الموجودة بالقدس، ويبدأ كل اليهود اللي لمسوا أي جثامين يتطهروا من خلال إن الكاهن اللي هيتطهر أول واحد هو اللي هيقوم بعد كده بكل الطقوس. تخيلوا هم كلهم محتاجين أصلا يتطهروا، يرش المية عليهم مرتين على مدار الأسبوع، بعد كده يقدروا يدخلوا المسجد الأقصى ويهدموه ويقيموا الهيكل الثالث على الأنقاض. إن شاء الله عمر ما ده هيحصل أبدا، زي ما يقولوا كده كلها أحلام وطموحات وأماني ومخططات هيفشلوا فيها بأمر الله. في فبراير اللي فات معهد الهيكل نشر إعلان بيطلب فيه كهنة متطوعين بشروط خاصة لتدريبهم على طقوس التطهر بالبقرة الحمراء، وظهرت تقارير كتيرة عند مذبح ضخم بيتم تجهيزه على قطعة أرض استولوا عليها من حوالي 10 سنين علشان يذبحوا البقرة الحمراء على جبل الزيتون قدام المسجد الأقصى. معهد الهيكل من وقتها في المكان ده بيجهز الملابس الخاصة اللي الكهنة هيلبسوها والمصنوعة من الكتان الخالص، والمباخر الذهبية والأواني والتاج اللي هيلبسه رئيس الكهنة وكل الأدوات اللي عايزين يستخدموها. وبفكركم زي ما قلنا قبل كده ان دي مش اول مرة لموضوع بناء الهيكل، اتبنى مرتين قبل كده، وفي كل مرة قبل ما يبنوا الهيكل كانوا بيعملوا طقس حرق البقرة الحمراء وخلط رمادها بالماء والتطهير بيها. اول مرة قبل ما يبنوا الهيكل الاول تم مزج رماد بقرة حمراء صغيرة اتدبحت اول ما كملت 3 سنين وخلطوا دمها بالمية وتطهروا بيه، وقبل ما يبنوا الهيكل التاني تطهروا بتمن بقرات حمر بنفس المواصفات. ومن بعد ما اتهدم وهما بيستعدوا لظهور أو ولادة البقرة الحمراء العاشرة اللي بمجرد ظهورها يظهر المخلص وتكون نهاية الزمان. سنين وهما بيدوروا على البقرة الحمراء العاشرة، سنة 1998 معبد الهيكل اليهودي نشر فيديو لعجل أحمر صغير في قرية اسمها كفار حسيديم جنب مدينة حيفا الفلسطينية، اتولدت من سنة، يعني الكلام ده 98 يبقى هي اتولدت 97. سموا البقرة دي مالدي وقالوا عنها انها اول بقرة حمراء تتولد من وقت ما تايتس الروماني هد الهيكل سنة 70 ميلاديا، عينوا عليها حراسة مشددة على مدار 24 ساعة، وفروا فريق من اكفأ الاطباء البيطريين لمتابعتها على مدار الساعة. يدوب قبل ما البقرة تكمل 3 سنين بشوية ومع اقتراب استعدادهم لذبحها والتطهر بيها اقتحم شارون المسجد الأقصى سنة 2000، وكانت دي الشرارة اللي انطلقت منها الانتفاضة الفلسطينية اللي استمرت 5 سنين، وفضلت البقرة تحت الحراسة والرعاية الطبية لحد ما جه ميعاد الذبح لقوا فيه شعر أبيض في ديلها، وبالتالي المواصفات ضربت زي ما بيقولوا وما بقتش البقرة طبقة للمواصفات المطلوبة. الحاخامات اليهود قرروا يستخدموها في إنجاب قطيع من البقر الأحمر، وبدأوا فعلا في جمع تبرعات ومستشار عن طريق مستشار لمنظمة بونا إسرائيل اسمه بايرن ستينسون، وفي الأصل مزارع في ولاية تكساس الأمريكية، كل ده علشان المشروع ده. وفي يوم 20 سبتمبر سنة 2022
خمس بقرات حمر وصلوا لمستوطنة شيلو شمال رام الله. تم توليدهم باستخدام الهندسة الوراثية والجينية. اتعملت حفلة كبيرة لاستقبالهم، وبالمناسبة في قانون أصلا بيمنع إسرائيل من استيراد المواشي من أمريكا، ولكنهم كعادتهم أساتذة في التلاعب بكل حاجة والتحايل على القوانين. طبعا البقر دخل المستوطنات الإسرائيلية من أمريكا على إنها حيوانات أليفة مش مواشي. السنة دي 2024 هي السنة الموعودة للبقر الأحمر اللي جابوه من أمريكا هيوصل للسن اللي هم محددينه عشان يتم الذبح والتطهر. السنة دي هي السنة اللي عايزين يقتحموا فيها المسجد الأقصى. ويدمروه ويبنوا على أطلاله الهيكل وتتحقق النبوءة. وإحنا مفيش في إيدنا غير الدعاء بإن ربنا ينصرنا ويضحد كل مؤامراتهم ويحمي الأقصى والقدس الشريف منهم ويطهر فلسطين من نجاستهم ودنسهم وينصر أهل غزة وفلسطين ويرجع الحق لأصحابه. الدعاء يا جماعة، الدعاء، لا تتوقفوا عن الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم شتت شمل الإسرائيليين الصهاينة. اللهم فرقهم شر تفرقة. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. إذا كان مفيش حد بيتحرك ومفيش أي حاجة بتتعمل، خلينا إحنا ندعي، ندعي دعاء لا يتوقف لأهلنا المستضعفين في فلسطين. تعالوا نروح لنقطة تانية. وبما أننا رجعنا الأول للألفينات وإحنا بنحكي عن البقرة الحمراء واللي أعتقد كلكم كده فهمتوا قصتها، خليني أرجع معاكم تاني سنة 2001، السنة اللي حاجات كتير اتغيرت في العالم بعدها، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر، وطبعا اتكلمنا عنها في الملف الشائك، واللي دايما بفكركم ياريت كل شوية تسمعوه لأنكم هتلاقوا حاجات كتير عمالة تحصل من اللي قلناه في الملفات الشائكة بالكامل. هحكي لكم تفصيلة صغيرة تضاف للي قلناه قبل كده. يناير 2001 بدأت المباحث الفيدرالية الأمريكية في رصد مجموعة من الشباب كلهم جايين الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل لدراسة الفنون، بيرسموا لوحات وبيحاولوا يبيعوها، ولكن مش بيعوها للعامة، دول بيستهدفوا أشخاص في مناصب معينة زي اللي في إدارة مكافحة المخدرات مثلا، والمكاتب الفيدرالية والمواقع العسكرية والمكاتب التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ومش بس كده، دول كمان بيحاولوا يتقربوا منهم بأي شكل ويكونوا معهم علاقات شخصية ويتعرفوا عليهم أكتر، لدرجة أنهم بيخرجوا معهم ويزوروهم في بيوتهم ويتعزموا عندهم. طبعا الهدف المعلن ان هم بيوروهم اللوحات اللي كان بينجح في ده اكتر هم البنات، الحقيقة البنات الحلوة، خليني اقولها بصورة ادق. اما الشباب فكانوا بيحاولوا يدخلوا الاماكن المهمة والحساسة من الابواب الخلفية او من الجراجات، او بيحاولوا يخدعوا الامن باي شكل عشان يدخلوا. وفي خلال فترة بسيطة تم الابلاغ عن 130 حادث مشابه، منهم اللي بيصور مناطق عسكرية حساسة، ومنهم اللي كانوا بيرسموا مخططات داخلية للمباني الفيدرالية وغيرها، واللي كان مكان بيتحقق معاهم كانوا بيروا او يدعوا ان هما ما يعرفوش ان ده مكان ما ينفعش يدخلوه، وان هما مجرد طلبة بيتدربوا على الرسم والتخطيط المعماري. شفتوا البراءة؟ من الاخر يعني ما كانش بيتمسك عليهم حاجة، وبيخرجوا بعد التحقيق معاهم بتوصية من سلطات عليا. كانوا بس اللي بيتعمل معاهم ايه؟ يتنبه عليهم ان هما ما يكرروش ده تاني. تخيل حد يدخل الاف بي اي او مباني حساسة في امريكا، البنتاجون والسي اي اي وخلافه، ويتقال لهم الشطار ما تعملوش كده تاني. اللي اتقال في السر ان الاف بي اي كملوا تحقيقاتهم وعرفوا ان رغم كل الطلبة دول بيقولوا ان هما طلبة في معهد اسرائيل اسمه معهد بيزاليل للفنون، إلا أنهم لما سألوا عن أساميهم في المعهد ما لقيوش فيه طلبة بالأسامي دي أصلا، ولا دلوقتي ولا قبل كده. واكتشفوا أنه كلهم كانوا ساكنين في مدينة صغيرة في فلوريدا، مدينة بتدعى هوليود، ولكن مش هوليود اللي نعرفها، حاجة مصغرة. وكانوا مزورين بطاقات شخصية بحرفية عالية، ومعاهم جرين كاردز مزورة وتأشيرات مزورة، وأصدروا تحذير في مارس
متعمم على كل الولايات المتحدة الأمريكية من مثل تلك الزيارات المشبوهة للشباب اللي هم بيدعوا ان هم طلبة فنون، وطلبوا من إدارة الهجرة التحقيق في أمرهم. ومن شهر مارس لسبتمبر 2001 تم ترحيل أكثر من 140 واحد منهم. ففي سبتمبر 2001 وتحديدا يوم 11 سبتمبر الطيارة اخترقت البرج الشمالي، وبعدها الطيارة اخترقت البرج الجنوبي، وتم اتهام المصري محمد عطا بأنه المسؤول عن الهجوم بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الإرهابيين، 15 منهم من المملكة السعودية، ومنهم أيضا أسامة بن لادن، 2 من الإمارات، 1 من لبنان. خليني أقولك في ملحوظة جانبية كده تخليها في بالك، أن محمد عطا ده كان عايش في المدينة الصغيرة اللي اسمها هوليود اللي في فلوريدا، اللي لسه كنا بنقول أن الطلبة المشبوهين دول كانوا عايشين فيها. الموضوع يحير ولخبطة أكتر من الواحد متلخبط، وإحنا مش جايين عشان نتكلم عن الهجوم لأن قتلناه بحثا لو تفتكروا، وكلنا بصمنا بالعشرة إن الهجوم ده أمريكا وإسرائيل هما اللي وراه بالاتفاق وبالترتيب وبكل حاجة. خلينا أكلمك عن بلاغ خطير من ست ساكنة في بيت بيطل على برج التجارة العالمي، وبتكشف البرج وبتشوفه بوضوح من شباكها. في يوم الحادث جالها تليفون باللي بيحصل، فبصت من الشباك باستخدام النظارة المعظمة اللي زي المنظار دي، وشافت المنظر وانهيار البرج والدخان اللي مغطي السماء. في الوقت ده سمعت صوت جاي من الجراج تحت البيت، فراحت تشوف فيه ايه، لقت ثلاث شباب طالعين فوق عربية نقل بيضة كبيرة ركنة وعمالين يصوروا في البرج وهما بيضحكوا وبيحضنوا في بعض كأنهما بيتفرجوا على ماتش وفرحانين بالنتيجة ان فريقهم جاب جون. الست استغربت مين دول وبيعملوا كده ليه، المفروض ان ده حادث مؤسف وكارثة كبرى راح ضحيتها المئات. كتبت رقم العربية واتصلت بالشرطة بلغتهم اللي حصل واللي حكيته لحضراتكم دلوقتي. الشرطة وصلت مكان بيتها ولكن العربية كانت مشيت، بلغوا الأرقام للرصد وبدأوا البحث بأرقام العربية عن رخصة العربية باسم مين، وطلعت باسم شركة نقل اسمها أوربن موفينج. وظهرت العربية في نفس اليوم الساعة 4 العصر عند ملعب معروف في نيو جيرسي، وطردوها لحد ما وقفوها ولقوا فيها خمس شباب عمرهم ما بين 22 ل 27 سنة اتقبض عليهم. فتشوا العربية لقوا فيها خريطة لأهم المواقع الموجودة في نيويورك وبعض المواقع متعلم عليها، واحد منهم لقوا معاه $4,700، ولقوا كمان قاطع صناديق مطابق لقاطع الصناديق اللي تم استخدامه في خطف الطيارة، غير كمان ان الكلب البوليسي المتدرب على شم ريحة المتفجرات شم ريحة متفجرات TNT في العربية، دي نفس المتفجرات اللي تم استخدامها في الهجوم اللي حصل على البرجين. ولقوا كمان واحد معاه جوازين سفر من بلدين مختلفين، وطبعا الخمسة كانوا اسرائيليين. واللافت للنظر اكتر ان واحد منهم هو بيتقبض عليه قال للشرطة مشاكلكم هي مشاكلنا، احنا مش مشكلتكم خالص، العرب هي مشكلتكم ومشكلتنا. خلي بالك ان في الوقت ده اللي اتقبض عليهم فيه ما كانش لسه في حد عارف ان اي معلومة عن منفذ الهجوم ولا مين اللي وراه. والغريب اكتر ان واحد من الشهود قال ان شافهم في موقع الحادث قبل وقوع الهجوم بنص ساعة كاملة، وتحديدا الساعة 8 وربع صباحا. الهجوم لو تفتكروا حصل 9 لربع صباح 11 سبتمبر، يعني عارفين المكان والميعاد، واللي هيتقال كمان ان هما مسؤولين عن التنفيذ وواقفين ومستعدين بقى يتفرجوا على اللي هيحصل وبعد ما يحصل. ده غير كمان ان بعد تعميم ارقام ومواصفات العربية الشرطة جالها اتصال من مجهول قال انه شاف عربية بيضة بنفس المواصفات والارقام فيها ثلاث شباب بيخلطوا مواد غريبة ببعضها، والعربية دخلت نفق اسمه نفق هولندا واختفت عن انظار الجميع بعد كده. وبرغم كل ده أنكروا تماما كل الاتهامات في التحقيقات اللي تمت معاهم. ثلاثة منهم رفضوا كل الاتهامات تماما، زي ما بنقول كده عمل عقد، ولا كأنهم عارفين أصلا الهجوم اللي حصل ولا أي حاجة. والاتنين التانيين قالوا إن هم كانوا بيتفرجوا عادي يعني، وبنوثق الأحداث وبنصور. عرفوا منين إن في حدث هيحصل في هذه اللحظات؟ البرج ما عادش ينفجر يا جماعة ساعات طويلة يعني. خلال التحقيقات لقوا ان الخمسة تأشيراتهم منتهية وان وجودهم في امريكا غير قانوني، وان هم الخمسة شغالين في شركة اسرائيلية اسمها دومينيك سوتر،
والتحقيقات كمان كشفت ان الشركة دي مجرد واجهة اصلا لاعمال كتيرة تنافي القانون. زي ما تقول كده الخيط لما مسكوا اوله بقى عمال يكر في ايديهم. صاحب الشركة الاسرائيلية بعد الهجوم بكام يوم سافر فجأة ورجع على اسرائيل بدون سابق انذار، رغم ان في مواعيد تسليمات وعقود المفروض يلتزم بيها وبضاعة في المخازن. وقف الشغل كله وسافر على اسرائيل. ولما حققوا في موضوع الشركة اكتر، في موظف امريكي شهد بانه وقت ما كان بيتفرج في التلفزيون على الحادث وبيبكي على الضحايا، زمايله الموظفين الاسرائيليين كانوا بيضحكوا وبيستهزئوا بيه بيقولوا له دلوقتي حسيتوا باللي احنا بنحس بيه وبنعيشه كل يوم. وطول الوقت ده الخمس شباب اللي لقوهم في العربية النقل البيضة كانوا محبوسين. فضلوا تحديدا محبوسين 71 يوم لحد ما مساعد المدعي العام مايكل تشيرتوف اتدخل في القضية بنفسه وسمح بالإفراج عنهم وإنهم يرجعوا إسرائيل. أي والله. وبالمناسبة مساعد المدعي العام ده ترقى بعد كده وبقى وزير الأمن الداخلي في حكومة بوش الابن. ليه القصة دي ما تعرفش عنها حاجة وقتها؟ وليه التحقيق ما استمرش معاهم رغم كل الأدلة المريبة اللي استعرضناها معاكم؟ وليه تم التدخل من جهة عليا علشان يرجعوا بلدهم اللي هي أصلا مش بلدهم؟ وكأن مفيش حاجة حصلت ويبقى معاك خيط ودليل في إيدك وتسيبه. والطلبة اللي قبلهم كانوا بيحضروا لإيه وعايزين يوصلوا لإيه؟ احنا كعادتنا في ملفنا الشائك مش بنقدم إجابات، لأن احنا برضو زينا زيكم. احنا بنقدم حقائق ووقائع حصلت وبنحاول نربطها مع بعضها كده واحنا مع بعض، ونطلب منك تفكر وتحاول تلاقي استنتاجات، وياريت يكون الاستنتاج اللي يريح عقلك. طب تيجوا نسيب الأحداث العالمية ونروح للفن شوية. الفنان الراحل المثقف نور الشريف من سنين طويلة كان شايف اللي بيحصل حاليا واحنا عايشينه ولقطه من بدري. فاكرين اتكلمنا عن الموضوع ده؟ بس تعالوا نسمع مع بعض التسجيل الصوتي للفنان نور الشريف ونسمع. يلا. بعد 11 سبتمبر السينما في العالم كله اتغيرت. في العالم كله؟ في العالم كله. بمعنى ان بعد 11 سبتمبر مش مرحب بالسينما اللي ممكن تأثر في العقل، لكن سينما تلاعب الغرائز، مش لازم غرائز بمعنى جنسها. لا لا، غرائز لا تشويق ولا يعني عنف، كل الغرائز مش ممكن جنس، ممكن يعني لان حتى انا كعاشق للسينما الامريكية من 11 سبتمبر للنهاردة، ايه الفيلم اللي يعني يسعدني ويشجيني زي افلام زمان؟ اكتشف ان ما فيش، يعني نسبة نادرة، يعني في نية لتسطيح العقول، ده نية إعلامية سيئة العالم كله، إن هما عايزين بني أدمين يبقوا يعني أداة لشراء المنتجات، مستهلك ما يفكرش خالص. فأنا بشوف إن السينما في مصر، في أوروبا، في العالم كله باستثناء تجارب قليلة جدا بيحكمها منهج رأسمالي حديث، ومش أمريكا، وما هتقول أمريكا وما هتقول اليهود، لا لا لا، ده رأسمال أكبر وأشرس. الحكاية مش حكاية أمريكا ولا يهود ولا لا لا لا، حكاية شراسة في منهج جديد رأسمالي. مش أنا مندهش، لا أنا مندهش أبدا، إن هم عدد محدود من العائلات بس مش يعني لا تخضع لقرار سياسي. هات لي نجم عمر طويلا في الخمس سنين أو الست سنين اللي فاتوا، ده منهج مقصود، في مواهب جبارة طبعا، لكن هم مش عايزين نجم أو نجمة تنجح قوي بحيث ان يبقى ليها تاثير اجتماعي. لا 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 لا، مرفوض ده النهارده في المرسم، مرفوض تاثير النجوم على في المواقف السياسيه، على الشعوب، السياسيه على الشعوب. هم عايزين نجم عروسه حلاوه، ما اقصدش بمعنى الملامح، فتاه تمثل رمز للجنس انا مثلا للغناء القبيح ماشي، مش عارف ايه ماشي، ويتم استهلاك عمرها في خمس سنين. الفنان الكبير الراحل نور الشريف قال ان السينما في العالم كله اتغيرت من بعد احداث سبتمبر، لأنهم مش عاوزين يخلونا نفكر، في إشارة منه للماسونية اللي فعلا زي ما هو قال كام عيلة محددة كده يعني. وقال كمان إن هما بيشتغلوا على محو ذاكرة الناس عن طريق كم المعلومات اللي بيدخل لنا كل يوم، وبطبيعة العقل البشري لازم يتخلص من المعلومات أول بأول عشان يكون مستعد لاستقبال معلومات جديدة. فبننسى الفظائع والمذابح اللي بتحصل حوالينا كل يوم في العالم، أو عقلنا خلاص بيخلينا نتعود ونقلف المشهد ونشوفها على إنها أمر متكرر.
بنبطل نتخض منه زي الأول زي ما كان بيحصل، بنبطل نعيط على المشاهد الدمية زي ما كان بيحصل في الأول. أقولك مثال بعيد عن القتل والسياسة خالص، زمان في الثمانينات والتسعينات قضية توظيف الأموال قلبت الدنيا وكانت حديث الساعة بعد ما آلاف الناس اتنصب عليهم في تحويشة عمرهم، والنهاردة كل يوم بنسمع عن قضية نصب وتوظيف وأموال ومستريح فين ومستريح هنا وهناك بمبالغ تصل لمليارات، وآلاف الناس بيتنصب عليها كل يوم سواء من شركات وهمية أو شركات مشبوهة أو أشخاص مجهولين. زي المراهنات اللي طلعت موضة في الفترة اللي فاتت واللي كله خلاص عرف وتأكد أنها نصب في نصب، ولكن زي ما المثل بيقول طول ما الطماع موجود النصاب في أمان. زي الأبليكيشن اللي معمول ويخلي الناس كلها تفضل تراهن 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 وفي الآخر كله بيروح في 60 داهية والناس تدان والناس تنتحر بعد كده علشان يشوفوا الطيارة في الأبليكيشن هتقف فين. ده غير بقى توقعات الماتشات والكارثة الكبرى اللي كتير مشتركين فيها وانتوا عارفين كويس، واللي هو لازم نحط ايدنا كده ونقول ان ده قمار ويخليك تتوقع مرة وتكسب وبعد كده ياخد منك اللي كسبته اضعاف مضاعفة. قيس على ده بقى كجرائم واهوال وفظائع تانية يعني كلنا عايشين فيها. قبل ما ننقل لحتة جديدة في ملفنا الشائك النهاردة، حابب أخد جملة واحدة من كلام الفنان الكبير الراحل نور الشريف لما قال مش عايزين حد من الفنانين أو المشاهير يكون مؤثر في المجتمع، محدش ينجح قوي لدرجة أنه يكون ليه تأثير في المجتمع، وده حقيقي 100% وليه دلائل كتيرة، منها الإشاعات اللي تم ترويجها عن الفنان نور الشريف نفسه للإساءة لسمعته، ومنها اللي حصل كمان مع مايكل جاكسون واللي اتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل في أحد أجزاء الملف الشائك، ومنها كمان اللي حصل لتوباك شاكور اللي كان مثال حي للي قاله النجم نور الشريف، غير انه مطرب شهير جدا وليه الاف المحبين، كان ناشط ومؤثر جدا في الشباب وكان بيتبنى قضايا اجتماعية كتير زي العنصرية والفقر والعنف ضد السود والظلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، لدرجة ان الشباب خصوصا الافرو امريكان كانوا بيعتبروه صوتهم، هو اللي كان بيوصل يعني مشاكلهم وزي ما يقولوا صرخاتهم، خصوصا انه من افريقيا، هو امريكا افريقي مر بكل اللي مروا بيه من عنصرية وظلم وكفاح ونجح، فكانوا بيشجعوه وبيدعموه لحد ما في سنة 1996 تم اغتياله بطريقة غامضة يوم 7 سبتمبر. توباك شاكور كان راكب عربيته الساعة 10 الصبح مع المنتج بتاعه، عدت جنب منه عربية كادلك بيضة فيها 4 أو 5 أشخاص أطلقوا النار بشكل مكثف على العربية بتاعته، اتصاب رصاصة في الكتف ورصاصة في الصدر ورصاصة في الرئة اليمنى ورصاصة في الفخذ، انتقل للمستشفى في حالة سيئة جدا، مات بعدها بأيام تحديدا يوم 13 سبتمبر 1996، ومن وقتها فضلت وفاته لغز، محدش عارف مين اللي قتله أو مين اللي حرض على قتله، وانتشرت إشاعات كتير عن مشاهير كتير كانوا هما اللي وراء قتله بسبب الغيرة من مبيعاته الخيالية اللي بيحققها، وفضلت التكهنات والنظريات مستمرة أكتر من 27 سنة لحد 28 سبتمبر 2023، لما تم الإعلان أخيرا عن قاتل توباك شاكور وقالوا إن اسمه دوين ديفيز زعيم عصابة اسمها ساوث سايد، قبضوا عليه تمهيدا لمحاكمته. والغريبة ان دوين ديفز من 2019 وهو معترف لما كان عنده 25 سنة كان في العربية الكاديلاك البيضة اللي اطلقت الرصاص على توباك شاكور، وده اتنشر في كتاب صدر بالفعل في 2019، ولكنه قال انه كان قاعد في العربية من قدامه الرصاص كان بيتضرب من الكنبة اللي ورا، ما تمش القبض عليه وقت صدور الكتاب خالص، لان بحسب القانون الامريكي ان اعترافه بدور غير مباشر في الجريمة غير كافي للقبض عليه وتوجيه اي تهمة ليه. طب محدش فيهم وقتها زي ما يقوله اتحرك كده يشوف باقي الموضوع؟ ابدا، فضلت التكهنات والنظريات زي ما بنقول مكملة في الوقت ده، والموضوع زي ما بيقولوا تم التعتيم عليه. يا ترى ايه اللي اتغير من 2019 لدلوقتي وخلاهم يقبضوا عليه ويوجهوا له التهمة دي، وشمعنا دلوقتي بعد اكتر من 27 سنة من الحادث؟ هل مثلا ممكن يكون ده حصل بالتزامن مع عودة اسم توباك شاكور للتردد بقوة في الوقت
كانيه ويست اختفى تماما عن الأنظار بعد كم تصريح أشار فيهم بوضوح للماسونية، وتقال في الوقت ده أنه هيتم التخلص منه بنفس الطريقة اللي تخلصوا بيها من توباك. بس الحقيقة أن ويست ما تخلصوش منه ولا حاجة، هو رجع بالنسخة اللي هم عاوزينها. والبعض بيتساءل وكتير بيقولوا أن اللي رجع هو نسخة منه وليس ويست الأصلي. ابقوا اسمعوا الملفات الشائكة اللي قبل كده اللي حكينا فيها عنه بالتفصيل، وركزوا وقولوا رأيكم، وقولوا لنا كمان في رأيك هل دوين ديفيس هو القاتل الحقيقي لتوباك شاكور، ولا كان كبش فدا جاهز وليه وقت معين ومحدد هيخرج فيه؟ حتى لو هو كان القاتل، هو مجرد أداة، مين اللي ورا خطة القتل من الأول؟ أقول لك يا سيدي، أقول لك اللي اتقال برضو في الأروقة والكواليس، الكيان العالمي هو اللي وراه، لأن أي حد بيطالب بالحريات وأي حد بيطالب بالحقوق وأي حد بيطالب بانعدام العنصرية والبحث عن الحقائق والبحث وراء هذه الكيانات على طول بيتم التخلص منه. وبيقال أيضا أن أي حد بيتم محاولة تجنيده وبيرفض ما بيكونش فيه حاجة اسمها أن هم يقبلوا رفضه، رفضت يبقى كده نهايتك. خلينا نرجع بالزمن كمان مرة لورا، سنة 1990 لما اتنشر كتاب اسمه The New World Order أو النظام العالمي الجديد، على غلافه شعار الماسونية بكل وضوح. خلينا ناخد صفحة بس واحدة من الكتاب بتتكلم عن العيلة اللي في النظام العالمي الجديد هتكون عاملة ازاي. أنا عايزكم بس حضراتكم ما تنسوش تشوفوا الملف ده على يوتيوب، علشان في حاجات صور هتشوفوها بتوثق اللي بنتكلم فيه. يعني انتوا بتسمعوا راديو دلوقتي وكل حاجة، ولكن ادخلوا على يوتيوب واختار الملف الشائك 12 وعيش بقى حياتك مع التفاصيل اللي بنقولها لك. نرجع تاني لكتاب The New World Order او النظام العالمي الجديد، على غلافه شعار الماسونية زي ما قلنا، والصفحة اللي هنتكلم بتتكلم عن العيلة في النظام العالمي الجديد بتقول ايه. الكتاب بيقول في الصفحة دي ان النظام العالمي الجديد موجود في ايه بقى؟ زواج المثليين قانوني جدا، النظام هو اللي هيربي الاطفال مش الاباء ولا الامهات. عايز اقطعكم بس من هنا واديكم تعليق شخصي مني، الحقيقة ان معظمنا فعلا سايب ولاده يتربوا من السوشيال ميديا واليوتيوب والقنوات الموجهة، ومحدش عارف هما بيشوفوا ايه ولا بيتعلموا ايه وايه اللي بيتزرع جوه دماغتهم. كلنا بيننا وبين بعض عارفين ان ده اللي بيحصل، مهما كانت الرقابة، مهما كان ان الواحد حاطط برامج حماية وخلافه، يا جماعة الحاجات اللي الاطفال بيشوفوها اللي احنا كاباء وامهات واخوات كبار ليهم شايفينها عادية بيبث من خلالها كوارث ومصايب. احنا بنبقى كل اللي هممنا ان مفيش مشاهد عنف ومفيش مشاهد اباحية، هما مش محتاجين يعملوا مشاهد عنف او مشاهد اباحية علشان يدسوا الفكر الماسوني بداخل ادمغة الاطفال خالص. هما بيعملوا ده من خلال الخير والعدالة ومن خلال بث الافكار الايجابية الجميلة جدا. كتاب بيتكلم في النقطة دي وبيكمل وصف نظام الاسرة في النظام العالمي الجديد، وبيقول الستات هتكون بتشتغل ومطحونة في الشغل وما عندهمش الفرصة انهم يكونوا ربات بيوت او انها تقعد تربي الولاد في البيت. الطلاق هيبقى سهل وسهل جدا جدا وسريع جدا. منظومة الجواز كلها هتبقى موضة قديمة وهتختفي تدريجيا. اما عن الشغل فالكتاب بيقول ان الدولة او النظام العالمي هيمتلك كل ادوات الانتاج وكل الموارد، ومش هيكون متاح لحد انه يمتلك شغل خاص بيه لوحده. وعن الدين الكتاب بيقول النظام العالمي الجديد هيقضي على الأديان كلها وهيخليها تختفي بالتدريج. المتدينين هيتم استبعادهم بشكل أو بآخر، وهيتم تعميم حاجة إن طرق العبادة هتكون بين الإنسان وبين مخه بس، والكل هيكون مؤمن بده. وإن هيتم دايما نشر جملة بتقول إن التدخل في العبادات ده غلط، وإن العبادة كل واحد مسؤول عن حياته وعن عباداته مهما كان بيعبد إيه أو بيتقرب من إيه.
انتوا عارفين ان الماسونية بترفض الملحدين ان هم ينضموا ليها؟ الجملة دي ركز معايا، الماسونية بترفض الملحدين ان هم يكونوا ضمن هذا النظام العالمي مش الجديد، انا شايفه النظام مستأصل من زمان. طب ما تفكر معايا كده، هي الماسونية بترفض الملحدين ليه؟ انا مش هجاوب على السؤال، ممكن نجاوب عليه بعد كده، بس انا عايزكم تفكروا وادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 وقولوا لي الماسونية بترفض الملحدين ليه؟ خلينا اقول لك كمان حاجة جانبية تانية، ان اللي بيحصل ده شبيه باللي بيحصل في اليوجا وعند البوذيين اللي بيعتبروا التأمل الشكل من اشكال الصلاة، وبرضو اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. عشان كده بطلب منكم دايما مع كل ملف جديد ان احنا نلف ونرجع تاني لملفاتنا السابقة برضو. يعني هو هيقول لك في الاخر ان الدين هينحصر في الاخر في المديتيشن والتأمل فقط. على فكرة التأمل مع العبادات هام جدا جدا، ولكن التأمل مع التخلص من العبادات والتخلص من الصلاة ومن كل حاجة الأديان بتقولها، هو كده ما بقاش عبادة، هو مكمل للعبادة ولا يغني عنها. آخر حاجة في الصفحة الواحدة اللي أخذناها من الكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة، كتاب The New World Order، مكتوب فيها إن الولايات المتحدة هيكون لها دور كبير وفعال في تطبيق النظام العالمي الجديد، واللي أغلبية الناس مش هتتقبله بسهولة، ولكن هيتم استخدام عدد من الاستراتيجيات لخداعهم وضمهم للعالم الجديد. عارفين كمان إيه اللي ذكر مؤخرا من ضمن ما يخص هذا الكيان وهذا التنظيم؟ تسهيل العلاقات، وتسهيل العلاقات بشكل غير قانوني. زمان العلاقات بالشكل غير قانوني كنا نسمع عن ايه؟ يقولك ده عندهم شقة مش تمام، ده في بيت مش عارف ايه، ده في مكان بيحصل فيه كذا كذا كذا. لا، دلوقتي الموضوع مش محتاج بيت ولا زمان ولا مكان، الموضوع هو كله عبارة عن تطبيقات applications. الابليكيشنز دي انتشرت بشكل مرعب. الابليكيشنز دي مش صناعة عربية ولا صناعة يعني محلية، هي صناعة خارجية. بمنتهى البساطة من خلال التطبيق تقدر تتعرف على شخص، يعني آسف ان انا اقول ان هي في اطار علاقة محرمة وغير شرعية، من خلال هذا التطبيق اللي بيسهل كل حاجة، يقولك مين اقرب حد ومين اقرب فلانة ومين اقرب علانة. بالبحث وراء مثل هذه التطبيقات بتجد دوما ان مثل هذه التطبيقات المسؤولين عن تطويرها هي شركات إسرائيلية في المقام الأول. التطبيقات دي كارثة من الكوارث، التطبيقات دي هتودينا في داهية. أنا بتكلمش على مصر، أنا بتكلم على الكل، على الوطن العربي. وإحصائية اتعملت وتقالت أن تطبيقات المعادة الجنسية، وأنا آسف جدا في أني قلت هذا الكلام، أكثر مستخدميها من الوطن العربي. طب أقول لكم حاجة، وأنا عارف أن أنتوا هتكونوا معايا في الموضوع ده قلبا وقالبا، إيه اللي في رمضان اللي فات الناس أشارت ليه بشكل أو آخر أنه بيقترب من الماسونية، أو مش بيقترب، أنه في علامات للماسونية ظهرت جدا من خلال أعماله؟ إيه؟ في ناس قالت ده، وفي ناس أشارت بشكل مباشر وقالت إن ده موجود. طبعا مش قصتي إن أنا أؤكد أو أنفي، ولكن تم الإشارة لي. الناس اللي بيؤكدوا بيطلعوا العلامات والإشارات ويقولك آه في علامات للماسونية. الناس اللي بيعتبروا ان ده ضرب من ضروب الخيال والتخريف بيقولك احنا لو عايزين نطلع ان طبق الفول اللي هنفطر فيه ماسوني، هنقولك ده العين بتاعت الماسونية موجودة فيه. ففي الاول في الاخر هي وجهات نظر، وكل واحد ليه دماغه يشغلها بالطريقة اللي تعجبه. طب نقول ايه؟ نقول ان الاسبوع الجاي عندنا ملف شائك كمان؟ ايوه،
الأسبوع الجاي جزء تاني بقى، هيكون الجزء بنتكلم في 13 من الملف الشائك، وأنا بعتبر الجزء اللي جاي ده أكثر خطورة، بعتبر الجزء بتاع النهاردة تمهيد لي. أيوة زي ما بيقولوا كده بنسخن، لكن الجزء الجاي خطر جدا، جزء كبير منه إن ما كانش معظمه بيتكلم عن الأفلام. وأقول لكم على حاجة، انتوا هتتصدموا شوية صدمات واحنا بنتكلم في الملف الجاي، وعلشان كده الجزء الجاي من ملف الشائك ما يفوتكش. ليلتكم سعيدة.